مشاهدينا، حنتكلم الآن في أولى فقراتنا عن التغذية السليمة بالنسبة للطلبة والطالبات اللي بتساعدهم على قوة التركيز. يمكن مع بدء العام الدراسي تعاني كثير من الأمهات من عدم انتظام أبنائها يمكن في وجبة صحية غذائية سليمة حتى تساعده أو تساعد الطالبة على الاستذكار وعدم النسيان بشكل متكرر. راح نتكلم عن كل هذه التفاصيل وكل العناصر الغذائية الهامة لجميع الطلبة بشكل عام مع الأستاذة أمل كنانة وهي أخصائية التغذية. أهلا وسهلا فيك أستاذة أمل. سعيدين اكيد بوجودك معنا، ودائما هذه الموضوعات نبتديها في بدايه العام، نذكر الاهالي كيف ممكن انه يرجعوا العادات السليمه اللي خربوها في الاجازه مع الطلاب مع اولادهم. وحابين نعرف من حضرتك اليوم، هل هناك علاقه بين التغذيه والاستذكار او قوه الذاكره؟ اكيد ما في شك. اول شيء كل عام وانتم بخير، بدايه ان شاء الله عام جديد، وان شاء الله موفقين كل الطلبه. امين. نيجي على موضوع الاستذكار. طبعا هو ما في شك ان احنا الاطفال هم اكثر ناس بيصير عندهم عمليه الحفظ اكثر. ليش؟ لانه هم زي ما يقولوا زي الاسفنجه، اللي هم بيحاولوا يستوعبوا كل حاجه، منها اشياء طبعا دراسيه ومنها اشياء غير دراسيه. لكن في كل الحالتين هم محتاجين الى استيعاب الذاكرة عن طريق وجود طاقة لهذا الذاكرة. طبعا الطاقة هذه عادة احنا ناخدها من شيئين، اما النشويات او الدهون. عادة طبعا الطفل اكثر شيء بنركز عليه بالنشويات. للأسف في كثير من الامهات بتدخل في موضوع انه انا صحية بزيادة عن اللزوم، فبتشيل حتى الدهون من الطفل. وهذه اكبر خطأ بتسويه، بسبب طبعا احنا ما نتكلم في الدهون اللي هي مقليات، احنا كمان هذا خطأ تماما. اي نوع من الدهون؟ اي نوع من الدهون، زبده، الزيوت الطبيعيه طبعا زي زيت الزيتون وهذول الاشياء. لكن الزيوت المهدرجه اللي هي تيجي عن طريق القلي، عن طريق تسخين الزيت بطريقه عاليه، هذه طبعا خاطئه. فهذول الاشياء هم محتاجينها الاطفال. ليش؟ لانه فيها الأوميغا 6، وهذا الأوميغا هو اللي بيساعد على زيادة التركيز بالنسبة للطفل. كمان في عندنا من الزيوت اللي هي مهمة جدا، اللي هي موجودة في المكسرات زي الفول السوداني، الكاجو، اللوز، هذه كمان فيها كمان أوميغا، وهذا اللي بيساعد على أنه يزيد استيعاب الطفل بالنسبة لخاصة الأعمار الصغيرة. ممتاز. طب هذه العناصر الغذائية اللي تكلمتي عنها المهمة للاستذكار ولتحسين نقول الذاكرة لدى الطالب أو الطالبة، في وقت معين للتناول أو بشكل عام مثلا؟ أو شوفي، احنا في الآخر نتكلم كمان، احنا ما نبغى يأكل بزيادة ويصير عنده زيادة في الوزن. صحيح. فبالتالي احنا ما استفدنا شيء. إذا الطفل، احنا طبعا عادة الأمهات تتركز على النشويات، الخبز، الرز، المكرونة، على أساس أنه هذه الأشياء هي بتساعدهم على أنها تعطيهم الطاقة. هذا للأسف أنه بيعطيهم الطاقة، لكن بيعطيهم في نفس الوقت الخمول الكامل، لأنه أنت طبعا الجسم محتاج إلى عملية هضم كبيرة جدا. لكن الزيوت اللي احنا بنتكلم فيها أو المكسرات هي بتعطي طاقة بدون ما يصير فيه خمول للجسم. فمثلا خلينا نقول الآن احنا في بداية المدرسة، بدل ما ياخذ الطفل بسكوت مثلا على في الوجبة حقة المدرسة، ياخذ المكسرات. والآن حتى صار متوفر من هذه المكسرات في علب صغيرة. صحيح. بحيث انه هو خلاص بياخذها معاك وجبة خفيفة بعد الوجبة حقته. أصلا بيحبوها الأطفال المكسرات جدا. ما شوف طفل إلا بيحب المكسرات جدا. يعني. طبعا إحنا نستثني مين اللي عندهم حساسية من المكسرات، اللي عندهم مشاكل مثلا مكسرات، هذه نستثنيهم. لكن الطفل العادي لا، الأفضل أنه يأخذ هذه طب الأشياء. طب الكمية يعني احنا للكبار يقولوا لك قبضة اليد من نفس المكسرات. الفكرة. نفس الشيء نفس للاطفال. نعم. هي غير انها كمان بتاثر على الذاكره، وانها بتزيد من الاستيعاب بالنسبه للطفل، حتى بتاثر على النمو. فهو عشان يساعدوا على النمو الصحيح لازم نعطيهم من المكسرات هذه، لانه فيها نسبه الدهون، نسبه المعادن اللي محتاجها الطفل. جميل. وذكرتي ايضا الاوميجا 3 اللي هي مهمه، بس كثير للاسف يعني احنا ما احنا زي دول شرق آسيا اللي هم حريصين جدا على تناول السمك والأسماك. احنا هنا مقلين في هذا. صحيح. الشيء، وفي اطفال خرشر ما ياكلوا اصلا السمك وما يرغبوا، ما يحبوا. فمنين يحصل على الاوميجا 3؟ طبعا هو شوفي، الاوميجا 3 موجود في الزيوت، موجود في الدهون النباتيه، عفوا الدهون الحيوانيه زي مثلا السمنه والزبده، موجود في المكسرات،
موجود في الأفوكادو. أوكي، في الحين صارت موضة عندنا إنه الأفوكادو لازم يكون موجود دائما في السلطات حقتنا، يعني قصدي صار موضة أكثر من لا بس فعلا لذيذ بس هو صحي يعني صحي. هو في الآخر فعلا صحي، هو دسم للأشخاص اللي بيعملوا الرجيم، بس حتى برضه لك لو أخذتي منه كمية قليلة ما بالغتي في يعني مو حبة كاملة في اليوم. صحيح، على فكرة موضوع انه دسم للي بيسووا دايت يعني او ينزلوا وزنهم هذا خاطئ، لانه اي لانه الدهون ما لها صلة نهائيا بحكاية زيادة وزن او نقصان وزن. اللي بيزيد الوزن طبعا الكمية والنشويات وليست الدهون، فبالعكس الافوكادو احنا ننصح فيه في وقت الحميات على اساس انه بيساعدهم على انه يعطيهم نسبة الدهون اللي محتاجها الجسم. لاحظي الان كثير من الناس صار في عندها والله انا بنسى كثير، والله انا مو جالسه افتكر، بسبب انه احنا شرواي بالخير ما ادري اذا انت كلنا والله كلنا للاسف بسبب انه احنا شلنا الدهون من اكلنا. هذه المعلومه اللي فجاه بدات تتصلح، يعني من زمان دائما يقول لك ابعدي عن الدهون ابعدي عن الدهون. مثلا ناكل خبز وزبده الصباح مع المربى، لا 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 زبده لا ما ادري ايش. فيعني نزعنا الدهون بشكل يعني مخيف. والحين رجعوا يقولوا لنا، فاحنا يعني ما نعرف انتم الاطباء اصح هذه المعلومه بس فعلا يعني الدهون فقط المقليات او الدهون المستخدمه اكثر من مره والباقي عادي. احنا لما نيجي نتكلم على الدهون الصحيه اللي هي منظمه الصحه العالميه طلعت السنه انه هي ما عليها اي غبار من ناحيه كوليسترول وغيره، هي الدهون الطبيعيه، يعني زي ما قلنا الزبده، السمنه، الزيت زيتون، الزيوت اللي هي ما زالت بخيرها زي ما يقولوا ما دخلت في التصنيع. لكن مثلا في كثير من الزيوت الان اللي هي موجوده حتى في الاسواق فيها مصنعة، يعني مثلا حتى زيت الذرة احيانا بيدخلوا فيه زيوت مهدرجة عشان عملية الاحتراق. نعم، فاحنا هذه الاشياء اللي نبتعد عنها، لكن ما نبتعد عن الاشياء الطبيعية. الطبيعية عمرها ما كانت بتأذي. طيب السمن موجود في الاسواق وهو يعني معالج، يعني مصنع. ما نعرف يعني نرجع للسمن الطبيعي بالضبط. ناخذ السمن الطبيعي والزبدة اللي على فوق الحليب. صحيح. وهذه الاشياء. نعم، هذا اللي احنا نحتاجه. يبغالنا نرجع ونخذ الحليب ونطلع. لا مو مشوار لكي، في ناس غيرك بيصنعوهم ممكن تاخذيهم منهم. طيب حلو صحيح، لان كل شيء ما شاء الله متوفر. صحيح. طيب اللي ما بيركز على هذه العناصر الغذائيه اللي ذكرتيها، دهون اوميجا 3 وغيرها من الامور اللي بتساعد فعلا الطلبه والطالبات على الاستذكار بشكل جيد. صحيح. هل هذا الشيء بيأثر سلبا على استذكار الطالب، على قوه الذاكره لديه، على اداء او تحسين مستوى الدراسي؟ خلينا اكون واقعيه معاكي، احنا في عندنا كثير اسباب غير بس الاكل. اولا نوم الطفل. اذا الطفل ما بينام بدري اوكي ما راح يصحى لو نفس ياكل اي شيء. يعني احنا كبار لو انت نمتي شوي متاخر وصحيتي بدري حتحسي نفسك يومك كله مكركب وانت معصبه ولا لك نفس باي اكل ولا شرب ولا شيء. هذا نفس الشيء بالنسبه للطفل. الطفل اول حاجه فتره النوم مهمه جدا. احنا لازم ينام قبل منتصف الليل، يعني كل ساعه بينامها قبل منتصف الليل بيشتغل معاه هرمون النمو وبالتالي الدماغ بيشتغل وكل شيء في جسمه بيشتغل. نام ساعه استفاد ساعه من هرمون النمو. نام ساعتين قبل الساعه 12 نفس الشيء. فأنا كل ما نام بدري، يعني مثلا خلينا نقول نام 8 أوكي، فهو استفاد 4 ساعات. هذا حيساعد على أنه يكون عنده نمو للجسم كامل ومنها العقل. نيجي على موضوع تنظيم الوجبات. كمان الطفل هو يعني حسب أهل البيت، والله أهل البيت فوضى هو حيطلع فوضى. صح. أهل البيت عندهم نظام هو حيبدأ كمان عنده نظام، ما حيكون الأكل في كل وقت وأي وقت ويطلب هو وقت ما يبغى وما عنده مشكلة. لا، هذا خاطئ، لأنه هذا كله بيأثر سلبي على. صح. عملية الذاكرة. صح. بالنسبة للطفل طبعا أنت عارفة أستاذة أمل أنه في عندنا بعض المشاكل في أولادنا اللي هم شوية ينتقوا الأطعمة أو ما يحبوا يأكلوا أنواع معينة وعندنا صعوبة في التعامل معاهم، ودائما نحاول نرجع هذا الموضوع ببعض الفيتامينات والمكملات الغذائية. هل هذا الشيء صحيح وهل في طرق أنه نعالج هؤلاء الأطفال؟ شوفي المكملات الغذائية احنا طبعا بننصح فيها لما يكون الطفل عنده مشكلة. يعني انه والله سوينا تحاليل لقينا في عنده نقص، اوكي هنا لازم يبدأ بالمكملات عشان نعمل على الرفع السريع بالنسبة للطفل. لكن اني انا اعطيه للمكملات وهو ما عنده اي مشاكل صحية
هذا خاطئ، لأنه أنا ممكن أعمل له تسمم فيتاميني بسبب أنه هو عنده كافي صحيح. وأنا جالسة أعطيله بزيادة. بس لازم تحليل عشان يحدد هذا الشيء، لأنه في بعض الأحيان نشوف أطفال صح. يعني هزيلين ونحيفين وعظمهم قليل، بس ما تعرفي إذا هذا طبعه ولا صح. هو كذا. صحيح. فهل نحتاج دائما تحليل للدم عشان نعرف إيش الأشياء بالضبط. المطلوبة؟ بالضبط. ما نعطيله أبدا مكملات من غير اللي هو التحاليل. متى ننصح للطفل أنه هو ممكن يأخذ المكملات عشان عملية تقوية المناعة؟ اللي هي فترة تغيير الطقس. أيوة. يعني مثلا عندي الآن من صيف لشتاء الآن هو احنا في هذه الفترة هنا نبدأ نعطي له شهر بس مكمل غذائي أو العكس تماما اللي هي فترة شهر 3 أو 4 ميلادي، هنا كمان هذه تغيير من صيف إلى يعني فترة انتشار أمراض فيها. نعم بالضبط، عشان نحمي. عشان أنا صارت فيني ابني كان يعني مكان صغير فعلا كان جسمه هزيل وأخذته الدكتور قلت له أعطيه مكملات غذائية فيتامينات شيء، قال له هو جسمه كذا خليه طبيعي. بالضبط. أي مو ضروري إنه طالما إنه ما بيمرض طالما إنه النمو طبيعي طول الوزن خلاص ما يحتاج أي شيء. ما يحتاج أي شيء. في حاجات أخرى بتساعد يعني على تقوية الذاكرة أيضا غير اللي ذكرتيها؟ طبعا هو شوفي طبعا إحنا كثير مهم إنه كمان الأمهات يبدأوا يعودوا أطفالهم على موضوع الخضار والفواكه. إحنا عندنا مشكلة إنه كثير من الأطفال يقول لك أنا ما ابني ما يأكل فواكه، ابني ما يأكل خضار. الخضار والفواكه أنواع وأشكال. صح. ما حب هالنوع أعطيه نوع ثاني. لا تفقدي الأمر. حاولي بالضبط، حاولي إنك أنت تخليه هو يشاركك في هذا الموضوع، هو يختار. لما عملية الاختيارات بالنسبة له هتساعده على إنه يبدأ هو يحب هذا الشيء. وهو يقطعها مثلاً يسوي سلطة فواكه. ممكن. الأم والأب ما بيأكلوا فواكه وخضار، والله لو أقنعتيه لبكرة الصبح ما رايها كلها. لازم كمان قدوة البيت يكونوا هم بيأكلوا هذا الشيء عشان الطفل كمان يتعود عليها. صحيح. ليش أنا محتاجة للخضار والفواكه؟ عشان عملية الفيتامينات والمعادن اللي هي بدل ما أعطيه إياها من المكمل الغذائي يأخذها مباشرة، لا يأخذها من الطبيعي ويستفيد منها ويكون فيها ألياف يكون فيها مواد أخرى هو محتاجها، أفضل بكثير من أنه هو يأخذها من المكمل. صحيح. الغذائي. ذكرتي كمان أستاذ أمل قبل شوي أنه في أمور أخرى بتساعد اللي هي النوم باكرا. صحيح. عدة أمور غير التغذية. صحيح. أيضا أحيانا في حاجات بنلاقيها يمكن نجلة عوامل خارجية بتأثر مثل الشحنات السلبية اللي بياخدها يمكن من البلايستيشن وهذه الأمور كمان هذه يعني أو الجوالات وهذه الأمور 100% كلها يمكن بتساعد أو بتأثر سلبا على الذاكرة كمان. هو شوفي إحنا عندنا في كثير من الأمهات عشان تسكت أولادها وتخلص من دوشة الرأس تحط الآيباد أو تحط التلفزيون قدامه وخلاص تخلص من الموضوع. زي حالاتي تقول لي نجلة أنت يعني أنا ما قلت نبهتك تحت الهواء كذا قاعدة تقول طيب أيوة. فهذه الأشياء مشكلتها أنك أنت بتحددي الذاكرة حقته. أيوة. حتى لو تلاحظي أن الطفل اللي بيجلس فترة طويلة على هذه المواد بيبدأ يلعب بطريقة اللعبة نفسها تقليد. ما عنده صار أي نوع من الإبداع بطل عنده يعني خيار. احنا الان اذا تتذكري ايامنا مع ان احنا مو كثير كبار بس يعني ايامنا لما كنا صغار كنا اذا جالسه فاضيه ترسمي تعملي اي حاجه يعني في حاجه من نوع من الابداع اللي يخليك انك انت دائما تنشغلي. صح. عمليه اني انا اخلي التركيز في شيء واحد معناته الدماغ ما اشتغل. فالدماغ محتاج انه يشتغل بالنسبه للطفل خاصه 18 ساعه. فال 18 خلينا نقول 12 ساعه 18 ساعه هي عشان كده قلت 12 ساعة. ف 12 ساعة هذه إذا أنا هخليه عنده 8 ساعات في المدرسة جالس صح إنه هو بيستوعب دروس لكن جالس وبيرجع على البيت يجلس على الآيباد أو غيره فهذه كمان خليته أنا فترة أطول بالجلوس فمعناته عملية الحركة والدماغ بتصير فيها خمول تام. لازم أحدد له الوقت، انت عندك ساعتين اختار متى تبغى هذه الساعتين تلعب فيها أو تتفرج وبعد كذا حيتقفل كل شيء أو إنه تماما تنقطع هذه الأشياء إلين الويك إند اللي هي في الويك إند يأخذها. لكن في كثير يعني إحنا برضو في عندنا أمهات صار عندهم شوية ضعف وخوف على أولادها إنه لا ما أقدر أمنعه هو يزعل هو يصارخ لا هذا ما ينفع. كل أصحابه مثلا خلنا نقول كل أصحابه أونلاين قاعدين عادي خليهم أونلاين ما عندي مشكلة أنا بين بابني لأنه هنا إذا أنا كأم ما حطيت هذه القوانين بالنسبة له
فهو الموضوع خلاص صح حتفلت الامور بالضبط. فعشان كذا مهم جدا دائما يكون في عندي قوانين في بيتي، حتى لو البيوت الثانيه ما عندها قوانين هذول هم حرين. شوي شوي بيبدا يتغير ان شاء الله الحال. صحيح. ويبدا الطفل نفسه يتحرك يعمل اي شيء عشان يبدا ينمي الدماغ. صحيح. بالنسبه له. طيب احنا نعرف انه في الحركه بركه، ولازم الواحد دائما يكون في عنده بعض من الانشطه يعني لو بسيطه. صحيح. مشي او اي نوع من النشاط اللي ممكن يساعده على يعني اذا كانت معلومه صحيحه على حرك الحركه والدوره الدمويه وحرق بعض الدهون. صح. مش الحرق الكامل. قد ايش هذا الشيء مفيد لاطفالنا؟ زمان كنا في الطابور الصباحي في عندنا حركات لازم نعملها يوميا. يعني جزء من الرياضه وهو ما يعتبر رياضه. قد ايش هذا الشيء يصحي وينشط الذاكره؟ هو طبعا احنا لما نقول انه نحدد للطفل وقت الجلوس معناته انا كمان اعطيته فرصه اكبر انه هو يلعب. في شغله مهمه جدا انه في كثير من الامهات تقول لك ما ابغى طفلي يلعب بالجنينه عشان الحر وعشان يتوسخ حشرات او الغراض او بالضبط. هذا كله خاطئ. انت محتاجه يطلع برا وياخذ الميكروبات هذه اللي انت خايفه منها اللي تعطيه المناعه عشان تعطيه المناعه. في نفس الوقت هو محتاج انه درجه حراره جسمه ما تكون ثابته دائما. انا الان لما بيروح المدرسه بالسياره بالبيت هي نفس درجه الحراره. صحيح. لازم يعرق، لازم يكون في عنده عمليه الطاقه هذه اللي تطلع. فهو اتس اوكي لو طلع برا والان الجو نوعا ما احسن من. صحيح. اول يعني يطلع يلعب بالسيكل، يمشي يجري ما في مشكله، على الاقل انه هو انا عملت. صح. له جزء من الحركه اللي هو حيبدا ينمي عنده تشغيل الدماغ بالضبط. وبالتالي هذه تساعد على انها تنشط الذاكره. صحيح. طب وجودها في الفتره الصباحيه قد ايش مفيد بالنسبه للمدرسه؟ صراحه انا ما يعني ما حنقول هي رياضه بقدر هي عمليه هم بيحاولوا ينشطوا على اساس انه لما يدخل على على الفصل يكون متنشط بالضبط. طبعا هي جدا رائعه، بس انا اتمنى ان شاء الله لما الان كمان حكايه انه وزير التعليم طلع انه في كمان النشاط المدرسي بالنسبه للبنات هذه كمان جدا رائعه، اساس انه هم تعطيهم نوع من التوعيه بموضوع اهميه الرياضه بالنسبه للاطفال. اكيد يعطيك العافيه امل كنانه اخصائيه التغذيه العلاجيه على وجودك معنا وكل نصائح ذكرتيها، وان شاء الله يكون الامهات استفادوا ان شاء الله. أكيد. شكرا لك. الله يعطيك العافيه.